هلو جايز، كيفكم؟ شو اخباركم جايز؟ طبعا مش عارفه انا كيف بدي ابلش هذا الفيديو، لانه يمكن صار لي 3 4 اشهر مش منزله فيديو. انا حاليا مو مصدقه اصلا انه انا عم بصوركم هذا الفيديو، وخايفه انه يصير شيء وانه ما يتكمل هذا الفيديو. صراحه اليوم انا مسافره لوين؟ لكوريا. تخيلوا قبل ساعه من ما اطلع المطار، هسه حاليا انا بالسياره باي ذا واي رايحه للمطار، بس قبل ساعه ضيعت الجواز. تخيلوا من لما كان عمري 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة يمكن، كان حلمي أروح بلدين، كوريا واليابان. وكل فيديو تسألوني فيه بنين وين حابة تروحي؟ كوريا واليابان. وهسه أقدر أقول إن تحقق نص حلمي وراح أسافر كوريا يا جماعة، والله العظيم حلم حلم حلم. وقبل ما نبلش الفيديو، إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر، حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة، ويلا نسافر لكوريا. بعدني مو مصدقة إنه تعديت نقطة التفتيش وراح اروح انتظر الطيارة. يا جماعة احس احلام العصر، انا رايحة كوريا. انه بعد شوية، بعد لك دقيقة دقيقتين راح تشوفوني بكوريا. انيو سيو سايني اوبا. هاي نور. اليوم مهمتنا انه من نوصل لكوريا ندور زوجي المستقبلي، اوكي، اللي يمكن اسمه تاهيون او لايك جيمين او جونكوك، واحد منهم يعني. جونكوك مرة واحدة. وصلنا كوريا. طبعا جايز ما عرفتكم على زينب. طبعا زينب هي اللي حمستنا انه نجي بهاي الرحله وشجعتنا انه نجي. ثانك يو زينب. انت ما شاء الله من اول متحمسين. معاكم زينب البلوشي. يس جايز، نص كوريا نص سعوديه، فيعني لما تشيل النظارات ها كوريا، بس بعدين تتكلم بس تتكلم سعودي. جايز وهي كلش كيوت، فاحنا نمشي الشباب يباوعوني ان شاء الله. ام ماي جاد زينب يباوعون علي. شيز هيك كانها موديل، يو نو، هي موديل فيعني. وصلنا الى الفندق بكوريا. جايز زينب راح تغير ثيابها واحنا راح نغير ثيابنا. انا حشيل مكياج وراح احط مره ثانيه لانه شكلي هو بالكاميرا حلو. انا حطيت مكياج بالطياره، سو اي لايك ات، ام نوت غانا. بس انت راح تسوي لي شعري. Please, I love you. المهم جايز، رقم غرفتنا 23. شن القرى؟ 2307. روحي ليتس جو، خلونا نشوف الغرفة. يلا اسوي لكم جولة سريعة في غرفتي في كوريا. سيتي فيو، يعني اطلالة على المدينة. جايز بقى الشوارع كيوت. اوكي هسه نجي للغرفة. هنا عندنا كاوتش عادي، كنبة عادية. هنا عندنا التخت. جايز بس شنو هاي الفازة؟ هيك منطتني ستايل كوري. تخيلوا هسه اكسرها. نتمشى. وهنا اكو الخزانة. هاي اني، هاي جايز، هلو. نور اوريدي حطت الجاكيت مالتها هنا، حطت حذائها. نايس، حبيت الترتيب تبع نور. ما شاء الله عليك يا اختي، ما شاء الله. هنا نجي للحمام اللي صراحه هو جزئي المفضل من كل الغرفه. بانيو مع اطلاله على التخت. صباح الخير. اوكي يا جماعه بليز لا تكتوني، ترى ما صورت لكم امس وصلنا من الطياره. اوكي ما اعرف كيف امسك الكاميرا وما تتبلل، لانه حاليا الدنيا مطر. اليوم حيكون يوم كثير حلو. ليش؟ لانه اليوم طالعين كله تصوير، كل فعاليات نار. احنا جايين لمكان شعبي فيه اسواق وشا. هاي اوكي يا جماعه، اليوم زينب جابتنا مكان مره حلو. انسدوم منطقه شعبيه. بس يا جماعه شكلها مره حلوه. اسمعي انا راح اثق فيك على الاكل عشان انا مره جوعانه. لا لا لا، يو دو هاف تو وري. والله اوكي خلاص يلا ليتس جو. احس بنين دائما اول مكان تريد تروح عليه اول شيء مطعم، خذون اكل. يا جماعه جالسه تنطر على الكاميرا، فان شاء الله ما تخرب الكاميرا وما تروح الفوتج وندخل مشاكل وما في فلوج كوري. واو جايز، احس نفسي بمسلسل. النور وين النور؟ كانت تدور على شجر الصفرا. يا جميل، تدورين عليه. نور شوفوا جايز،
يا جماعة ما توقعت الجو يكون بارد، بس أنا لابسة نص كم وأحس إنه راح أتجمد. شوفوا اللوحات قد حلوة في هون اللي بتركوه يا جماعة، شوفوا شو حلو. هون في عنا الطاسة، إحنا نسميها بالعراقي أو الصحن اللي بيحطوا فيه الرز. هون عنا عيدان طعام. اكتشفت انه هم بيستخدموا الحديد اكثر من الخشب. ترى الكوريين يستخدمون المعالق كثير. يا جماعه هذا المحل مره مره شعبي، شايفين اشياء. في هون عندنا دبابيس، بس شو هالدبوس؟ اوه كيوت، جزلان كيوت. بحس بشتري واحد لماما، ما بتحب الجزلانات. تخيل هاي شنو؟ هاي مقص اظافر، مقص اظافر على الطريقه الكوريه. هاي ولاعات، يعني مثل اشياء سياحيه بكل محل. عكس المحلات السياحيه العاديه، هذا المحل فيه لوحات كثير. وطبعا في كثير عباد الشمس، شكله كثير مشهور هون. بس حبيت في عنب، انا حبيت هاي لانه بتعطيني الفايب الكوري، يعني مبين مبين، ما بيحتاج احكي لكم ليه. بس بشتري لماما في الحفله لانه ماما كثير بتحب بس الحفاد. طب نور شوفي، لماما لماما يس. صار لي هون ما مسويه بلوك، فبحس انه شوي نسيت شو احكي شو اقول. المحل حلو يس، شوفوا كيوت. هو الدنيا بارده يعني، بس يعني عادي. حبيت، حلوه. خنجر خنجر، بس هذا شكله مثل الخناجر العربيه، ما اعرف ليش حاطينه هون، بس يعني مبين عربي. يمكن هم كمان يستخدموا الخناجر، بس هم لا يستخدموا السيوف. شايفين مغناطيس البراد، في هون رامن ولحم وحليب موز. وين الدنكوك؟ تعال. صراحه اللي حبيته هون انه فنانين، يعني مبدعين. يعني بالعاده لما اروح بلد ما القي اشياء هيك، يو نو، يعني بلاقي اشياء اوكي عادي مكتوب عليها اسم البلد او اكثر شيء مشهور بالبلد، يعني برج ايفل، تمثال الحريه. لا بس هون لك بيتفننوا باشيائهم، وهذا الشيء كثير حلو. جايز ماي نيو بيست فريند. انت مع الابيض؟ اسود. انت ليش تتكلمي سعودي معاي؟ ها وشكرا. انا هلا اتكلم سعودي ويسالوني لما اروح الاردن لهجتي بتصير اردنيه، تحكي اردني لانه انا باخذ لهجه. حاليا نحن في مهمة البحث عن مطعم لنأكل. هذا أول مطعم شفناه، يعني مبين كتير كوري وتراديشنال وتراثي، بس الأكل صراحة حسيت ما حيعجبني. هو بحري بس صراحة شكله مو كتير شهي، يعني أنا الجو الشتاء حبيت إنه شايفين كيف كأنه كريسمس. يا جماعة شوفي هون شكله هيك مخبز صغير بيبيع فيه أشياء، هذا مثل المسلسلات. نور ستايلها اليوم شوي كوري مع الجواريب والشوز والاوتفيت، فطلع حلو انت تمشي بالمطر. روحي تمشي. فمطعم اكل بحري، خلينا نشوف كيف بيكون، طيب ولا مو طيب. يا جماعه شوفوا بس اوكي ثانك يو. اغلب المطاعم اللي لاحظت فيها انه شاشه الكترونيه مثل ايباد تطلب منها. زينب اختارت لنا الاكل اليوم معنا هون. نور، هاي نور، هاي جايز. بس الاضاءه مره نار. عم نختار شو بدنا نشرب. اوكي اوريدي طلبنا شو بناكل، فالحين في اشي كوري كثير مشهور هون. انا بشرب اليوجا مره مشهور، بس ابي اعرف ابي اترجم وش اليوجا بالعربي. بس احنا محظوظين انه اول مره نجي كوريا ونجي مع شخص يعني من البلد. فاحس يعني والله احس ان احنا محظوظين. انا احس اني انا جايه سائحه معاهم، يعني قاعده اعيش اللحظات الاول والجديد مره. سائحه ما بين سو ماتش فان. بس احلى شيء انه انتم اوريدي عندكم يتابعون كي بوب وكي دراما كذا، فتجون وتنبسطون على ابسط الاشياء. ميكس يو سو هابي. احكي ايش بكوري؟ بوروك يا سيو تيمايا. قلبي ما حبيت الا مره جديده. اصبري بس اصبري خطينه. عارف هذا الطعم كانه ليمون. هذا هلا بحكي لك اللي اعرفهم. كيمتشي. كيمتشي بس. بطاطس حلبه. حلبه اي حلبه. حلبه مقبلات. نايس. وهذا هذا نوع ثاني من الكيمتشي. بصل. نوع ثاني من الكيمتشي بصل. اوكي. وهذا هذا ما اعرف صراحه. هذا كله ما نعرف صراحه. هذا كانه اخطبوط. اول شيء عندنا بانكيك بطاطا. بدنا نحط جرب على الكاميرا. الله على الرومانسية. لذيذ صح؟ يعني هذا you can't go wrong صراحة.
طيب it's really good. بطاطس بس بطاطس طيبة. بسم الله. جا الأكل كله فهنا في الدجاج، بس يا جماعة مبين كثير كوري. هون في لحمة، هون في سمك. أنا طلبت سمك، ما بعرف إذا حأكل لحمة أو دجاج، بس I think إنه حأكل بس سمك. طول حياتي أريد أجرب السمك مع الرز. يلا بسم الله. طيب حاليا اجينا المحل كلش كيوت، كلش كلش كيوت، كتير كيوت، اللي هو ميوزك بوكس او صندوق موسيقى. تختارين البوكس اول، بعدين تختارين الراس، بعدين تختارين الموسيقى يركبولك اياها. اوه كيوت. لانه انا ما اقدر اختار، شرايك انت تختاريني؟ لك انت؟ ايوه. اوكي، على ذوقك. حيوانك المفضل؟ طيب انت اختار الحيوان اللي ذكرك فيني. احس طلعت شوي غلط الجمله. اوكي يا جماعه، حاليا احنا اجينا مركز تسوق، ولاحظت انه اغلب الاشياء هنا كاستمايزبل، يعني انتوا على كيفكم. مثلا هون في محل طائيات، فانتوا بتجيبوا الطائيه بتحطوا هيك عليها، بتحطوا هيك، انه على كيفكم. شايفين كمان هون، يعني انتوا على كيفكم كيف تحطوا الاسوار، كيف تعملوها. يا جماعه بتعرفوا لما البطله بتكون عم تبكي بالمسلسل، وبعدين بيجي رئيسها بالعمل بشوفها وبيعطيها المحرمه الخاصه فيها، بتنشف الدمعات، وبعدين اليوم اللي بعده بتاخذ المحرمه على البيت وبتغسلها، وبعدين بتحطها بكيس، واليوم اللي بعده بتاخذها لرئيس العمل بتحكي له تفضل، بعدين بتعرف على بعض، بحبوا بعض، بيتزوجوا، بجيبوا اولاد. بتعرفوا شو لقيت؟ لقيت المحرمة السحرية. I think انه هون كمان فيكم تختاروا النقشة وكيف حابينها والقماش واللون، وتحت بخيطوا المحارم انه بالايد. بنين راح تنرسم كاريكاتير. هذه انا، او ماي جاد. شوفوا بلش يلون، ما ادري ليش طلعنا لون شعرنا اشقر. تاني تاني جايز، احس هذا ستايل بنين بال والله. حبيت. جايز اعرف شنو اريد اجيب. هالحذاء كلش حبيته جماعه. هاي اول اوتفيت اختارتها نور، فشكلها حاشتريها، احنا مستعجلين ولازم لنا ملابس حلوه، فحاشتري هاي لانه حسيت الستايل كثير كوري، كثير حلو. جماعه هنا ما عندهم سايزات او قياسات مختلفه، عندهم شيء واحد يعني اللي هو فري سايز. حبيت. شايفين التنورات اللي يلبسونها بالكي دراما مع التاب؟ واو حبيت. كان شكلي بشتري واحد من هذول، شو رايكم؟ واو حبيت. مبدئيا الموضة حيسكر، بس اخذنا، انا اخذت لبستين وهو اخذت لبسه، فيعني كفونا نصور، لانه انا للحين ما صورت. وجايز لا تسالوني ليش احكي سعودي وعراقي وسوري واردني، كلهم فيديو واحد. بس اشتريت لبستين، نور لبسه، وانا يعني جاي هون عشان اشتري شيء اصور فيه بكره. انا صورت لكم لبسه اليوم. التنوره تبعي شوي توسخت هون، ما بعرف اذا عم تشوفوا، بس هي لبسه اليوم كثير سمبل، كثير ما بعرف يعني عاديه. اشوفوا بناتي، بناتي اللي انا فخوره فيهم. وبنجرب عدسات راحتي. مي؟ ميتيني. شيسو. حبيت، ما شاء الله ما شاء الله. اوكي يا جماعه، اشترينا اثنين جيسو، عدسات جيسو، اثنين عدسات جيني، واثنين عدسات ليسا. في شارع كله محلات، على السايد على الجوانب، وتحت في اكل. فحاليا رح ندخل هذا تقريبا مثل مركز تسوق صغير، ولكن متخصص بس بمنتجات العناية البشرة. مع المكان مثل الجنة على الأرض للسكين كير، في مكان كامل بس لأقنعة الوجه. فأنا شكلي رح أشتري كل شيء سكين كير موجود بالعالم اليوم. يا جماعة المحل كتير كبير وكتير كتير زحمة،
بس هلا رح اشتري كثير اشياء. يعني انا اوريدي بستخدم سكين كير كوري بس منتجات مشتريتها من دبي. شوفوا بلاك بينك على صبغه الشعر. ليش زينب ليش؟ والله العظيم انا ما بدي اصبغ شعري بالشكل اللي بشتري. هذا حصبغ شعري. الله كيوت. الله جيسو. اه كيوت. في ادوات الشعر. هاي وشوف شو لقيت هدول تبع الغره كثير كيوت. وهنا عندنا أول سلة، ثاني سلة، وهناك ثالث سلة. جمال 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 المنظر وعذاب المنظر بنفس الوقت. جايز رجعت للفندق. هلأ رح أسوي لكم مشترياتي من كوريا. جايز مين تصور أنه أنا رح أسافر على كوريا وأسوي لكم فلوج وأشتري مشترياتي وأوريكم مشترياتي؟ مين توقع؟ مو أنا. أوكي أول شيء رح أورجيكم إياه هو الأوتفيت. اكتشفت هنا عندهم لك سايزين سمول وميديوم وفري سايز، والفري سايز مو كبير يعني الفري سايز هذا كيوت كيوت كيوت. التنورة قياس ميديوم يعني المفروض تكفيني. رايكم حلو هذا التوب صح؟ وهاي التنورة ميديوم كمان، فيا رب كفيني صح؟ حتى الكيس حلو وكيوت ولون بينك. بلاك بينك ان يور اريا. وقبل ما ارجيكم شو اشتريت منتجات بشرة، خليني ارجيكم البوكس تبع الموسيقى اللي حكيت لكم زينب رح تختار لي الديزاين تبعه. اوكي مثل ما شايفين اختارينا البسة لان انا كثير بحب البسس القطاوة القطوة. اختارينا هاد الصندوق اللي عليه صورة شجرة فيها ورد وفيها برج سيول اللي هو البرج المشهور اللي بنشوفه بكل المسلسلات الكورية. فحبيت يعني هذا البوكس رح اضل. والاغنية انا اختاريتها. جايز والله العظيم شكلي حاليا مصيب، عشان تعرفوا انه انا مرتاحة معكم فبطلع شكلي هيك. اوكي اول شي اشتريته هو معجون اسنان. اشتريت هذا الماسك ليش؟ لانه كان اخر قطعة. لاحظت انه هون الكوريين بيشتروا كتير ماسكات. عرفت والله العظيم هلا عرفت، فكرته ماسك واحد طلع ماسكات كتيرة. الكوريين ديتري بيحطوا نفس الماسك بيحطوا منه 5-6 وبياخذون وبيشتروا لك من غير انواع، بس انه لك كل نوع بيشتروا منه 5-6 ماسكات. هاي اشتريتها امبارح فبستخدمها بالسكين كير. هذا الماسك اللي هلا رح ارجيكم اياه كتير 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 كانوا مشتري منه كتير، اللي هو هاد. انا مجربه هاد البراند من قبل ابب هيك بنقول. يا جماعه يس اشتريت كتير ماسكات يمكن زياده عن اللزوم، بس كمان هاد من نفس البراند نوع مختلفه. وكمان اشتريت هدول الماسكات. يا جماعه اشتريت كتير ماسكات لا تسالوني ليش. وهاد كمان وهاد كمان. اشتريت هاد اللي هو اسنس تبع حلزون اللي عندي منه مستخدمة نصه، بس يا جماعة هون بكوريا السكين كير أرخص من السكين كير الكوري اللي بدبي، يعني بدبي أغلى، فقلت اشتري واحد زيادة لأنه أنا كثير بستخدم هاد كل يوم الصبح قبل ما احط مكياج وقبل ما انام دائما بستخدم هذا، وكثير كثير بجنن على البشره بجنن. واشتريت من نفس البراند هذا الكريم. مع المشتريات اعطوني هدول الفري سامبلز. هاد واقي شمسي. اشتريت هاد البلاش حسيته كثير حلو، جربت هاد بالمحل هاد اللون وكثير حبيته فاشتريت هاي العلبه. هاي صورناها لكم نحن عم نعملها بس حطينا اطار على الرسمه. شايفين طلعت شي حلوه جايز؟ هاي رح اعلقها بغرفتي. حبيت كيوت كيوت. واخر شيء اشتريته امبارح ما اشتريته اليوم، اشتريت كثير فيونكات لانه اذا متابعيني على انستغرام بتعرفوا انا كثير بحب هذا الستايل مع الفيونكات. اشتريت حمراء وعندي فستان نفس هذا اللون صح بيطلع الفستان كثير حلو. اشتريت هدول البوكلات تبع الشعر بس فيهم فيونكات صغار، فحبيت فيني اسوي تسريحات كثير حلوه. بس استنوا اشياء وتسريحات بتجنن مع الفيونكات.
فا اوكي خلاص بس هيك خلصنا مشتريات. بتمنى انه عجبكم الفلوج وبحبكم كثير 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 يعني عن جد بتمنى انه عجبكم الفلوج. واذا في اماكن حابين نروح لها حطوا لي تحت بالتعليقات، واذا في اشياء حابين اجربها او فيديوهات حابين اعملها لكم حطوا لي تحت بالتعليقات تمام، لانه لساتني بكوريا وانا عم بنزل هذا الفيديو فراح اسمعكم وراح اشوف شو بتكتبوا. بحبكم كثير 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 للامر والجوع، وكثير مبسوطه انه انا هون، وكثير مبسوطه انه انتم مبسوطين انه انا هون. بحبكم مره ثانيه كثير كثير كثير، بحبكم للامر والجوع. باي باي.